يابا يابا ما تجيب الهدية يابا. طبعنا هدية مين يا ابني؟ مش كنت لسه مديك هدية من يومين، لحقت خلصها وتيجي؟ وبعدين هدية ايه دلوقتي؟ ده العيد خلص اصلا، ده لسه فاكر؟ ده العيد خلص يا ابني. خلص ايه بس، ده لسه شغال وبره الدنيا شغالة اهو، وكلنا ماشيين ونخلص هديات. في ايه يا بعت هدية يا بخلص يا وليه؟ اسكت بقى يا وليه، ما انا هتنال على عينه الدنيا ده واخلص منه. ودي يا ابني، لا ده دي مية كتير قوي. خد خد يا ابني الهدية يا ابني، هات يا ابني. ايه ده 50 جنيه؟ لا دي مش لازماني دي، لا دي صغيرة خالص دي، لو خرجت بقى على اول الشارع تكون اتصرفت اصلا. لا هات دي، هات دي حلوه قوي، دي حلوه قوي. خدهم، بقول لك ايه، ناخدهم الاثنين مع بعض عادي، ما خدهم الاثنين مع بعض. هات يا هات يا ابن قلبي.